السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم الراندة مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هاد الراندة. هادي راندة زوينة وسهلة في الخدمة. غنخدموها إن شاء الله بطريقة جديدة وما فيهاش المحين. غادي نخدمو بهاد العقيق هاد اللي على شكل قصيبات، وحتى إلا ما كانش عندكم هاد العقيق يمكن لكم تخدموها حتى بالعقيق مهرس. غنوريها لكم مخدومة بالعقيق مهرس ومخدومة بهاد القصيبات هذا. المهم هاد العقيق المهرس راه ماشي خوتوب، أنا غير وريت لكم به، وهاد العقيق هو اللي درت انا خوتوب. المهم جا متناسق معاه. نتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح لنا الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخواتي شاركوا في القناه وبارطاجيو الفيديو باش يوصل الاخوات اللي باغيه تتعلموا الرانده، وضغطوا على زر الاعجاب باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. وشكرا لكم. غادي ان شاء الله دابا نبدا معكم هاد الخدمه من الاول. نبداو بسم الله. بالنسبه للحرير راه مبروم على جوج شعرات، وانتوما الا بغات ديروا على ثلاثه ديروه، ولكن ضروري خاصكم تشوفوه واش غيدوز لكم من العقيق اللي نتوما تخدموا به ولا لا. بالنسبه انا للعقيق غنستعمل هذا العقيق هذا ديال القصيبات انتوما على هذا الشكل. المهم انا جربت الخيط على ثلاثه، ملي كنبغي ندوزو من وسطهم كيتشنتف. بالنسبه للبره غنستعمل البره النمره 11 انتوما. البره النمره 11 هي هذه، راه رقيقه كترطى يعني دغيا كتهرس. وهاد البره راه يا اما ديال التنبال اولا هذيك اللي كتكون في ديك الدائره، حتى هي تدوز من العقيق المهرس والعقيق الرقيق، ولكن هي شويه غليظه يعني تخدموا بها بلا ما تمحنكم. ما كانتش عندكم هذه شريو البره النمره 11. المهم البره كتبقى على حساب العقيق، غتبقاو نتوما تجربوا البره اللي دازت لكم من العقيق راه هي اللي غتخدموا بها. نبداو نشد هنا في التوب. اول حاجه راه كنخليو القياس ديال الفتحه، كانت جلابه كتخليو ليها قياسه، كان قفطان كتخليو ليه قياسه. نثبت هنا الحرير. بالنسبه للبدايه ديال هذه الخدمه باش تجينا صحيحه وتجينا مزيانه، غنديروا هذه الطريقه هذه اللي غندير معكم دابا. غنجيو هنا غنرجعوا هنا في هذه الجهه وغنضرب اربعه ضربات، يعني غيوليو عندي هنا اربعه العوينات. هانتوما جوج ضربات كيعطونا عوينه، ها وحده جوج ثلاثه أربعة. غير باش نديرو النص ديال المثلث باش جينا البديه صحيحه، ورجع نرجع دابا غير في ثلاثه العوينات، وحده جوج ها ثلاثه، ونعاود نرجع مع السطر. غنقرب لكم اخواتي باش تبان لكم الخدمه واضحه. هنا كنبقاو نخدمو حتى الاخر صافي، ونرجع دابا غنرجع غير بجوج عوينات، عوض ما نديرو بناء الغرز ونبداو البديه تجينا خاطئه نديرو هاد الطريقه. وفي نفس الوقت حنا كنبنيو في الغرز باش نشدو في التوب فوقاني. دابا نرجع غير في وحده هانتوما، نعاود دابا نرجع فيها صافي، ونجي للتوب الفوقاني ونشد. نرجع مع هاد العوينات، لو عندنا ربعة العوينات، ها وحده جوج ثلاثه، ونشد حتى هنا هي الرابعه صافي، ونجي لهنا التوب نشد حدا هاد العوينه. هانتوما البديه نديروها على هاد الشكل باش تجينا مزيانه صافي، ونركب عقيقه. غنجي لهنا لاخر عوينه وغنشد. انا بالنسبه لهذا العقيق راه جاني على قياس هذه المسافه هذه. بالنسبه لكم نتوما اللي درتو شي عقيق كبر من هذا فراه غتزيدوا هنا في الدقات، عوض ما ديروا هذه البريوه ديال ربعه ديروها ديال خمسه، ولا درتو العقيقه صغر من هذه صغروا حتى البريوه، ولا ما عندكمش هذا العقيق هذا يمكن لكم ديروا حتى العقيق المهرس. نكمل معاكم الخدمه، غنشد هنا في التوب تنمشيو بهاد الدقات قد قد غادي في التوب وحده حدا وحده صافي. غنجي لهنا ونعاود نشد واحد الضربه اخرى، ندير الخيط الفوق ونرجع في هاد العوينه. غنبدا بريوه بالمقلوب، نرجع هنا في هاد العوينه نشد هنا في التوب، ندير الزياده ونرجع في هاد العوينه بحال اللي نازله مع الراندة
كنخليو الخيط الفوق وكننزلو. دابا بحال اللي بغا نطلع، غنخلي الخيط لتحت ونرجع مع هاد العوينات. واخا كنخدموها من الفوق راه الخدمه ديالها راه سهله وتجي زوينه. نشد هنا في التوب، ما ننساوش الزياده، غندير الزياده من هنا ونرجع في هاد جوج عوينات. نعود نرجع مع السطر، واحد جوج ثلاثة، حنا بغينا ربعة. نشد هنا في التوب، الزيادة ضروري الزيادة ما ننساوهاش، واحد جوج ثلاثة أربعة. نجي لهنا، قبل ما نشد هنا في التوب غنشد هنا في هاد الخويط هذا اللي راكبه فيه العقيقة، غنشد فيه باش تثبت لينا هاد العقيقة مزيان. غنضرب فيها هاد الضربة وعاد نشد هنا في التوب ونزيرو هاد الخدمة هنا مزيان. ونرجع دابا مع هاد العوينات، ها وحدة جوج ثلاثة أربعة. انا راني جربت اخواتي من قبل، شديت مباشره هنا في التوب وما شديتش في هذا الخيط، والصراحه جات هذه العقيقه بحال اللي كتلعب، وخدمت بزاف وعقبت قطعت كل شيء وعاودت. المهم انا بغي نوري لكم الحاجه اللي تكون صحيحه وتجي حتى في الشكل زوينه وسهله في نفس الوقت. نشد هنا في التوب ونركب عقيقه، نجي لهنا لاخر عوينه ونشد، نعاود نشد هنا في التوب. هاد الضربة الأولى غير تنتبتو بهاد العقيقة، عاد غنعاود نشد هنا هاد الشدة التانية باش كتكون ليا هاد العوينة هنا، غنرجع فيها. نعاود نرجع هنا ونشد هنا في التوب، ندير الزيادة ونرجع في هاد العوينة، نرجع مع هاد السطر، نشد هنا في التوب، ندير الزيادة، نرجع مع السطر، نشد هنا في التوب، نديرو الزيادة ضروري من الزيادة. هنا أخواتي كنخدمو عادي، ملي كنكونو طالعين كنخليو الخيط لتحت، وملي كنكونو نازلين كنخليو الخيط الفوق. ملي كنوصل هنا غنشد هنا في هاد الخيط اللي فيه العقيقة، نشد فيه ونزير هاد الضربة هنا مزيان، وعاد نشد هنا في التوب، نرجع مع هاد ربعة العوينات. ما كنخدموش هنا، هنا غير تبتنا هاد العقيقة. دابا غنرجع مع هاد العوينات عادي الربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة. نشد هنا في التوب وركب العقيقة، نجي لآخر عوينة هنا ونثبت فيها هاد العقيقة، نشد هاد الشدة الأولى تنثبتو بها العقيقة. هاد الضربة كتحسب بحال ديال هاد العقيقة نازلة مع نفس السطر. ملي غنبغي نبدا مثلث جديد هنا غنعاود نشد هنا ونرجع هنا في هاد العوينة، كتكون لينا هنا هاد العوينة، غنرجع فيها غنخلي الخيط لتحت بحال اللي كنخدمو الراندا. هانتوما بحال اللي انا طالعة مع هاد السطر، غنخلي الخيط لتحت ونخدم في هاد العوينة، نعاود ندير الخيط لتحت ونشد هنا في التوب. غنبدا دابا نازلة، غندير الخيط الفوق، غندير الزيادة من هنا، ضروري ما تنساوش الزيادة، ونخدم في هاد العوينة. صافي ملي نبغي نرجع مع السطر ننزل الخيط لتحت ونخدم، نشد هنا في التوب، ندير الزيادة. هاد الخدمة أخواتي راها سهلة ومزيانة، أحسن ما نبقاو نخدمو كل جهة بوحدها. كنا شحال هادا الصراحة كنخدمو لهاد المثلثات في جهة وتنجيو للجهة الأخرى عاد نخدمو المثلثات، وهي من الأحسن نديرو هاد الطريقة.
شد هنا في التوب، ندير الزياده ونرجع في هاد العوينات. صافي ملي تنديروا هاد المثلث ديال 4 ضربات، دابا غنجي لهنا. قبل ما نشد هنا في التوب غنشد هنا في هاد الخويط هذا اللي كاين هنا اللي فيه العقيقه، غنشد فيه. هاد الشده تتخلي العقيقه كتجر حتى هي من هنا باش ما كتجيش الوسط كتلعب. صافي نشد هنا في التوب ونرجع مع هاد العوينات، ما كنخدمو هنا حتى حاجه، كنرجع هنا. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. نشد هنا في التوب. دابا ما تنديرو لا زيادة لا والو، مباشرة كنركبو عقيقة. نجي نشد هنا، نثبت هنا في هاد العوينة، نقادو هاد العقيقة مزيان. بالنسبة لهنا أخواتي، إلا ما كانش عندكم هاد العقيق يمكن لكم ديرو حتى العقيق مهرس، وبالنسبة إلا كانت عندكم هاد العقيقة طويلة فزيدوا في هاد المثلث، كانت قصيرة نقصوا منه على حساب. أنا غنخدم وغادي نجرب لكم حتى واحد شوية بالعقيق مهرس باش تشوفوها كيفاش جات. تنشدو هاد الشدة الأولى ديال هاد العقيقة، غنعاود نشد هنا في التوب، نرجع في هاد الخيط كتكولين هاد العوينة، غنرجع فيها نعاود نشد هنا في التوب، ندير الزياده، نرجع في هاد العوينه، ننزل مع هاد السطر، نشد هنا في التوب، ديروا الزياده، ضروري ما نساوش الزياده. صافي نخدم في هاد العوينات عادي، ننزل مع هاد السطر ونشد هنا في التوب، ندير الزياده. دابا تيولوا عندنا 4 العوينات، واحدة، جوج، ثلاثة، أربعة. ونجي لهنا لهاد الخويط، نشد فيه وعاد نشد هنا في التوب. صافي ونرجع مع هاد العوينات هادو، الربعة ديال هاد الهرم ما كنخدموش هنا، غنرجع غير في هاد الربعة. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. نشد هنا في التوب، صافي ونركب عقيق. صافي اخواتي انا غنكمل بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم، دابا غادي نخدم واحد شويه ونرجع نوريها لكم كيفاش جات، ونوري لكم حتى بالعقيق مهرس كيفاش تخدموا به. انا خدمت لكم اخواتي واحد شويه بالعقيق مهرس، ها نتوما تيجي على هذا الشكل. غنخدم معكم غير واحد شويه بالزربه، ها نتوما ملي تنكملوا الهرم ضروري نجيو نشدوا هنا في هذا الخويط، نشدوا فيه هو الاول ونزيروا هاد الضربة مزيان، عاد نجيو نشدو هنا في التوب. صافي ونرجعو في هاد العوينات بربعة ديال المثلث، ها وحدة، جوج، ثلاثة، ها أربعة. ونشد هنا في التوب. صافي ونركب العقيق، هانتوما العقيق المهرس هو هذا. غنركب ثلاثة، واحد، جوج، ثلاثة. تقدروا إلا درتو الهرم كبر من هذا تزيدوا عقيقة، بغيتو ديرو صغار يمكن لكم تنقصو. صافي نجي لهنا لهاد العوينة اللي الفوق، نشد فيها ونعاود نشد هنا في التوب، تنشد المرة الأولى بحال هاد الضربة كنحسبوها ديال هاد السطر، عاد نعاود نشد هنا، نرجع في هاد الخيط هذا، تتكون لينا هنا واحد العوينه غنخدم فيها. صافي نبقى نخدم حتى نخدم الهرم ديال ربعه. صافي ملي تنكملوا الهرم تنجيو نشدو هنا في هاد الخيط اللي راكبين فيه هاد العقيقات، نثبتوا هاد الهرم هنا مزيان ونشدو في التوب، ونرجع في هاد العوينات 4 العوينات، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. نشد هنا في التوب.
صافي فهاد السطر كنركبوا العقيق نفس الطريقه اخواتي كيف ما خدمنا في هاد العقيق لشكل قصيبات نخدموا حتى بهاد العقيق المهرس بحال بحال. المهم الطريقه كيفاش تخدموا الاهرامات في نفس الوقت، يعني ماشي تخدموا كل جهه بوحدها، راه هي هذه راه الطريقه زوينه وجديده وراها سهله في الخدمه. صافي اخواتي هانتوما بنفس الطريقه غنكمل الخدمه ديالي دابا عادي. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان هذا الفيديو يكون مفيد لكم والشرح يكون واضح. ما تنسونيش اخواتي الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وشكرا لكم والسلام عليكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.